مين يخاف على قلبه؟ مين اللي لا قدر الله بتكون سبب الوفاة؟ أمراض القلب وتصلب الشرايين والجلطات. بصوا بقى، 55 راجل عملوا عليهم تجربة لمدة سنة، من سن هم سن 40 ل 75، ادوهم كل يوم أليسين. بعد سنة نسبة انسداد الشرايين راحت بنسبة 80%، فتح الشرايين المقفله في خلال سنه. الاليسين اللي موجود في التوم ده، التجربه اللي اتعملت على عدد قليل 55 راجل، 80% تحسنوا. كلوا توم كتير وخدوا مستحضر الاليسين. الاليسين بينظف الاوعيه الدمويه. طبعا انت مانع محمرات ومانع تاكل اكل بره ومفيش مقاومه انسولين وتجري. اوعى حد يطلع يقول دكتور كريم بيقول التوم بيعالج التصلب. المنظومه الكامله للمره المليون، نومك واكلك وشربك وفيتاميناتك ومعدنك وحركتك والفيتامين سي والحاجات دي كلها ومنع التدخين وانك تتنفس كويس وانك تنام بدري، المنظوم. ولكن دي زوبة زقة، أليسين ده زوبة زقة جامدة جدا.